أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم طبعة المشاهد. اختار لكم أبرز الأخبار الصحفية في صحفنا لهذا اليوم إلى العناوين. 6 جهات تباشر التحقيق في حريق مطار محطة القطار، والنيابة العامة تؤكد بطلان ادعاءات مغرد شبهات الفساد. تحت شعار تخيل، هيئة الترفيه تطلق العد التنازلي لموسم الرياض. وزارة العمل تلزم المنشآت بدفع أجور المتعاقدين في أعمال التطوع بالفعاليات والمواسم. نبدأ أول ملفات الصحفية، حيث باشرت 6 جهات حكومية التحقيق في أسباب وملابسات حريق محطة قطار الحرمين بجدة الذي التهم أجزاء كبيرة ومكوناتها مطلع الأسبوع الحالي. فيما كشفت تحقيقات النيابة العامة بطلان ادعاءات أحد المغردين عبر حسابه الشخصي في تويتر بوجود شبهة فساد متعلقة بأنظمة التحكم والحريق في مشروع محطة قطار الحرمين بجدة، إضافة إلى عدم وجود أي مستندات أو وثائق لديه تثبت ما سبق وأن ما ذكره في تغريداته. الحديث أكثر، رحب بضيوفي الكرام في الاستديو الأستاذ حسن الشهري الكاتب الصحفي. مرحبا أستاذ حسن، حياكم الله. أهلا ومرحبا. وأيضا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ عيسى الربيعي الصحفي في صحيفة الوطن. مرحبا أستاذ عيسى. أهلا أستاذ ثامر، مساء الخير عليك وعلى الزميل في الاستديو والسادة المشاهدين. أهلا فيك. أبدأ معك أستاذ حسن، يعني 6 جهات حكومية باشرت التحقيق وهناك مغرد في أثناء الحريق، غرد بأمور وأن هناك في فساد في محطة القطار وما إلى ذلك، يريد أشياء كثيرة، وسبب ممكن ما ذكره بسبب فصله عن عمله. تعليقك على هذه الأحداث تحديدا؟ والله نبدأ أولا بموضوع الحريق اللي يعني نعتبره يعني حاجة مؤسفة وكبيرة يعني جدا، والذي يعني كما شاهدنا في الصور يعني أتى على تقريبا كامل المشروع يعني، وهذا يعني يطرح سؤال الآن. الأمير خالد الفيصل أو الجهات المسؤولة هي يعني التي قامت بأن يكون هناك يعني جهات 6 تقوم بالتحقيق في هذا الحدث اللي يعتبره حدث جلل. أنا لأنه أنت يعني مشروع ما قد قلت بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الافتتاح كان الرسمي كان ممكن يكون بعد أسبوع أو شيء من هذا القبيل، ثم يعني تؤد الفرحة والأمل في مشروع خسرت عليه الدولة المليارات، وكان من يعني الطبيعي أن تكون يعني عملية التأمين في الحرائق ومسألة السلامة يعني أساس يعني أساس الأساس في هذا المشروع، يعتبر بنية تحتية خاصة. أيوة، يعتبر هو الأساس قبل أن تبدأ في أي مشروع، يجب أن يكون خاصة المشروع يتعلق بحياة وأرواح الناس. يعني الواحد يعني يقول الحمد لله أنه الحدث سار قبل أن يبدأ المشروع. يعني لو كان مثلا المشروع بدأ وفيه مئات الموظفين وهناك مئات المعتمرين أو الذين يرتادون هذا المحطة، كيف سيكون حدث؟ لكن نحن أولا وإن كنا نقول الحمد لله أنها سارت قبل يعني الافتتاح، لكن من المسؤول؟ جهات 6 وضعتها الدولة الآن لكي تقوم يعني بالبحث عن الحقيقة وإيضاحها تماما، ويعني كما ذكر البيان انه يعني ممكن يكون هناك اناس يعني سيمنعون من السفر وما ادري. نحن بصرف النظر عن منع السفر، نحن نريد تحقيق على ارض الواقع. جميل. يعني يضمن ان تكون يعني المشاريع متكامله تماما، يعني جميل هذا جدا. مشروع ضخم جدا غير متكامل. جميل جدا استاذ عيسى، يعني مثل ما ذكر استاذ حسن، يعني 6 جهات حكوميه تعمل، ما مدى اهميه تكاتف جهود الجهات الحكومية في هذا التحقيق؟ هل سوف يعني نشاهد تحقيق أسرع، سوف نشاهد نتائج بشكل أسرع، أم سوف تتأخر نتائج التحقيق من وجهة نظرك؟ بكل تأكيد أستاذ ثامر، الحدث كبير جدا، والدلالة على هذا حجم هذا
الحدث هو كلمة سمو الأمير خالد الفيصل عندما تحدث من موقع الحدث وأكد على أن التحقيقات تجري لمعرفة ماذا حدث في الموقع ولماذا حدث هذا الحريق. سؤالين كبيرين جدا يدور حولهما النقاش، وبالإجابة على هذه الأسئلة بكل تأكيد ستتضح الصورة أكثر. وجود 6 جهات إشرافية أو مراقبة أو متابعة أو تفتح التحقيق في الأمر تجعل الموضوع ننتظر النتائج لمعرفة هذه الحقائق. ولكن من وجهة نظر شخصية لدي سؤال عريض جدا، لقد يعني سوف أضيفه لهذه الأسئلة: هل كان بالإمكان أن نتلافى مثل هذا الحريق في هذا الحادث؟ لأن مع الأسف في الآونة أستاذ عيسى المشروع جميل جدا، أستاذ عيسى المشروع يعني كان بيسلم يعني بعد أسبوعين، يعني المشروع جاهز، فجأة يعني هناك يعني بدأ الحريق في هذا المشروع حتى يعني تساوى بالأرض. يعني ما هو السبب المباشر؟ هل بسبب خطأ على سبيل المثال من وجهة نظرك أنت؟ هل بفعل فاعل من وجهة نظرك؟ هذا ما كنت أتحدث عنه حقيقة، هذا ما كنت أريد أن أؤكده. يعني الحادث لا أراه أنا شخصيا يبدأ من هذا التوقيت، إنما يعود إلى 2009 وما قبل 2009 عندما تم اختيار هذا التصميم ليكون هو المشروع أو هو الشكل أو التصميم النهائي لمشروع الحرمين، هذا المشروع الحيوي جدا الذي يربط بين المقدسات ويربط مدينة جدة المدينة الاقتصادية، يستهدف أكثر من 60 مليون في السنة لينقلهم من خلال مواسم الحج والعمرة. كل هذا التصميم يجعلنا عندما نرى هذا الهيكل الكبير يتهالك أو ينتهي في غضون ساعات جدا نتيجة الكلايدينج المستخدم فيه، نتيجة المواد الضعيفة، نتيجة تعطل وسائل السلامة، هذا يجعلنا أمام يعني شبهة فساد تمتد ليس من اليوم وإنما من قبل بدء التصميم. من وجهة نظر شخصية أرى أن الموضوع يحتاج، أو هناك أسئلة كثيرة كما ذكر متحدث أظن الدفاع المدني في طرحه لسبعة من الأسئلة يحتاج للإجابة. يعني تعتقد سابع عيسى يعني هل من أهمها لماذا لم هل تعتقد أن الفساد بدأ يعني بدأ في بداية المشروع في عام 2009؟ أنا لا أطلق التهم يعني، وإنما أرى أن هناك شبهة فساد في أن هذا التصميم لا يمكن أن يكون بهذا الحجم ثم يتهالك بهذه الساعات عندما جميل. نشاهد أو نقارن أو نأخذ نموذجين مقارنين حدثت في المملكة. الحدث الأول وهو استهداف شركة أرامكو، رأينا القوة ورأينا متانة المشروع، رأينا تحمل شركة أرامكو وإعادة الإنتاج في 48 ساعة وأيضا إخماد الحريق في ظرف 6 ساعات، بينما هذا المشروع المدني البسيط الذي حقيقة مع كل أسف كلف مليارات وانهار في ظرف 10 أو أقل من ساعات، وبقي الحريق 10 ساعات نتيجة ضعف أنظمة السلامة وأنظمة الإطفاء في الموقع. جميل جدا. حقيقة استمعت من خلال إحدى وسائل الإعلام لتصريح مدير مؤسسة الخطوط السكك الحديدية في المملكة عندما أكد أنها عملت بشكل جيد، وهذا أمر حقيقة مؤسف لأن المسؤول يجب أن يتحمل المسؤولية وأن يعترف، وهذه بداية معالجة الخطأ. جميل جدا. أيضا الجهات الإشرافية نريد أن نعرف من هي الجهة المشرفة أو الاستشاري الذي وقف على استلام هذا المشروع. جميل جدا. هناك الكثير من الأسئلة وضحت، لا أود الاستئثار بالحديث. جميل جدا. المجال لك أستاذ حسن. في يعني أستاذ عيسى ذكر نقاط معينة وذكر أشياء يمكن في محلها، هل تتفق مع ذكر أستاذ عيسى؟ وأيضا هناك يمكن هناك ادعاءات حول المغردين الشخصي في تويتر، لكن لا يوجد لديه دليل، ذكر أن هناك شبهة فساد متعلقة بأنظمة التحكم والحريق وغيرها، تعليقك؟ المغرد نحن تابعنا المغرد لأنه سوى شوشرة، وتعرف تويتر هو الآن المنصة الأكبر في التعامل مع الأحداث والتفاعل معها، والمغرد أصلا استغل فرصة أنه يرى الحريق كبير جدا ويرى المبنى يتهاوى فأطلق هذه الاتهامات بأنه هناك يعني تقصد أن يستغل أزمة. أيوة استغلها، لأنه الجهات مسؤولة قامت ب يعني التعامل معه واستمعت إليه حسب
يعني تغريداته. صحيح. وجدت انه انسان يعني مطلق اشاعات وانه غير صادق يعني فيما يقول. طيب جميل جدا استاذ حسن، يعني هل تتوقع سوف نشاهد في يعني نتائج مطمنه في الاسابيع القادمه او نتائج تحقيق؟ والله انا يعني يؤسفني يعني اولا انه يعني يكون هذا المبنى الضخم جدا العالمي جدا انه لا يوجد فيه وسائل سلامه. طيب المشرف طيب ايوه يعني اساسه هو اساس العمل. استاذ عيسى ذكر نقطه معينه، المشرف يعني من هو المشرف للمشروع هذا؟ انا اعتبر راس الهرم هو المسؤول عن الخطوط الحديديه، وقد طلع يعني هو في التلفزيون وقال يعني رايه الذي يعني لم يجد يعني استجابه يعني. طيب. وتفاعل من الجمهور بانه طيب. يعني اخيرا هل تتفق مع رايه ولا لا او تصريحه؟ لا غير صحيح، وأنا أعتبره مستعجل. ونحن نشاهد يعني المبنى يتهاوى والحديث يعني مطمئن غير واقعي. جميل جدا، ننتقل إلى ثاني ملفاتنا الصحفية، حيث أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض رسميا العد التنازلي لانطلاق موسم الرياض أكبر مواسم السعودية الذي تقام فعاليته خلال فترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر من العام الحالي في 12 منطقة، منها 6 رئيسية و6 فرعية موزعة في مختلف أنحاء العاصمة تحت شعار تخيل. ويعد موسم الرياض أحد مواسم السعودية التي تم إطلاقها بهدف تحويل المملكة لتصبح أحد أهم الوجهات السياحية والترفيهية في العالم، لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية، وتعزيز دور الترفيه ضمن منظومة اقتصادية داعمة لرؤية 2030. الرياض عاصمتنا، الرياض في قلب كل سعودي وكل سعودية، الرياض أكبر مدينة موجودة في الشرق الأوسط، موسم الرياض أكبر موسم للمملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهدت المنطقة كلها. 12 زون، 6 زون رئيسي ومناطق رئيسية و6 مناطق فرعية. لأول مرة في التاريخ كل هالفعاليات تتجمع في منطقة واحدة مختلفة متنوعة لجميع شرائح المجتمع. الرياض للمواطن وللمقيم وللسائح. الوعد الرياض من 11 أكتوبر إلى نص ديسمبر. شكراً لكل شركائنا. أستاذ حسن، يعني كيف رأيت يعني تفاعل الجمهور مع برومو إعلان مع المستشار تركي آل الشيخ وأيضاً اسم موسم الرياض تخيل؟ والله أنا التفاعل شفته كبير جداً يعني من خلال يعني ردود الفعل على البرومو، كان يعني صراحة يعني مختصر لعمل كبير يعني كان يعني يضيء يعني خلفه فعاليات يعني منتظرة وكبيرة جدا، فهذا بالنسبة للإعلان. لكن أنا أقول إنه يعني الإعلان جاء يعني مواكبا للسياحة الخارجية الآن. يعني انا ما يعني انا اعتبرها يعني عمل منظم وليست مصادفه. يعني تقصد التاشيره السياحيه؟ نعم، السياحه الخارجيه الداخليه يعني. الان السياح الان متواجدين عندنا في المملكه، وهناك فعاليات في مختلف مناطق المملكه، بمعنى انه نحن يعني تقصد ان الجهات الحكوميه هو عمل تكامل من هيئه السياحه. نعم. وايضا هيئه الترفيه. صحيح، ولذلك الفعاليات التي كنا نحن نبحث عنها يعني كمواطنين نذهب لفعاليات سياحية خارج المملكة في دول قريبة منا ودول بعيدة، بعضها في دول قريبة يعني في الشمال أو في دول. جميل. بتكون يعني فعاليات طبيعية جدا وعادية جدا، لكن كان المواطن يبحث عن يعني فعاليات رائعة. الآن متجددة. نحن لدينا فعاليات على أعلى مستوى ومنظمة ومرتبة وعالمية. جميل جدا. أستاذ عيسى، يعني سيكون هذا الحدث أكثر يعني أكبر موسم في المملكة وأكثر فعاليات تقريبا، بيجمع حوالي 100 عنوان فعالية تناسب جميع الفئات العمرية صغار وكبار. كيف رأيت تلك الفعاليات وأيضا الحدث وفي الرياض؟ أستاذ ثامر، أنا أكون يعني حقيقة أجعلني أتناول الموضوع من جانب إعلامي.
المئة فعالية حقيقة لم يكن هناك رزنامة واضحة أشاهدها لهيئة الترفيه، أو لم أعرف الكثير من الفعاليات، فقط البرومو الذي شاهدنا، وشاهدنا بعض الفعاليات، الإعلان عن بعض الفعاليات. أربط هذا الموسم كما ذكر الزميل بالتأشيرة السياحية. نحن أمام تحدي كبير جدا لإثبات العالم أن المملكة العربية السعودية تستحق الزيارة، وأنها المملكة عندما سمحت ل 25 جنسية، وأغلب هذه الجنسيات جنسيات أوروبية، جاءت لتبحث وتستكشف المملكة العربية السعودية، خصوصا المناطق التاريخية والتراثية في المملكة. نحن كإعلاميين واجبنا أن نوجه بوصلة الترفيه أو أي جهة أخرى لجوانب النقص ونرشد إلى ذلك. طيب كيف يعني أستاذ عيسى، كيف رأيت يعني وضعت أستاذ عيسى، كيف رأيت يعني الدعم الكبير في مواسم الذي انطلقت، موسم الطائف وموسم جدة وغيرها من مواسم مناطق، وحتى تنتهي في موسم الرياض، كيف رأيت المواسم وفعالياتها؟ المواسم جميلة جدا، رائعة، نحتاج مثل هذه المواسم، ولكن أيضا في المقابل نحتاج أن يكون هناك إنجاز للمشاريع المطروحة، مشاريع الترفيه الكبيرة المطروحة، نحتاج المنتجعات إلى المواقع السياحية، أيضا الخفض في الأسعار. حقيقة رأينا، أقيم هنا على بعد مسافات من موقع الآن فعالية منتزه السودة العام قبل أشهر، حقيقة شهدت مبالغ كبيرة جدا، مبالغ لا يمكن أن يحتملها الشخص المواطن بين خيارين عندما يتجه إلى الداخل. نحن نشجع على السياحة الداخلية، ولكن أيضا هناك زيادة الأسعار أمر يعني يحتاج للمراجعة. جميل جدا. أيضا توفير مرافق عامة جاهزة، يعني هذا هو المطلوب. جميل جدا. كشكل مبدئي يعني. أستاذ حسن ذكر نقطة جدا غاية في الأهمية، هو الأسعار. هناك يمكن مبالغ في الأسعار في بعض الفعاليات الموجودة أو بعض الأحداث المصاحبة أو المطاعم التي تكون موجودة في هذا. هناك في بعض الدول تعامل مثلا السائح بسعر والمواطن العادي بسعر آخر، هل تتفق في مسألة اختلاف الأسعار في بين السائح والمواطن، أو خفض الأسعار حتى ينجح هذا الموسم؟ والله أنا أعتبر هذا أول موسم، يعني أي يقصد مثلا حتى المواسم السابقة مثل موسم جدة وموسم في السودة عانوا من ارتفاع الأسعار على حد حقيقة. موسم أبها أو موسم السودة حقيقة ما شاهدناه وما سمعناه يعني صراحة مبالغ فيه، ولكن نحن نتحدث أنه العمل كبير وممكن أن تتم المراجعة فيه يعني بالتدرج، يعني وليس يعني في البداية، لأنك أنت في البداية أمام يعني عمل يعني أعتبره سنة أولى يعني سياحة يعني. صحيح. ويعطيهم العافية يعني على ما يقدمونه. إن شاء الله. وأنت جيت سويت عمل كبير جدا على أعلى مستوى، على مستوى أوروبي ومستوى عربي. جميل جدا. فمؤكد أنه هناك يعني تحركات أخرى في مواسم قادمة إن شاء الله لمراجعة هذا والبحث عن فروق يعني بين المواطن والمقيم والسائح. إن شاء الله يأخذون هذا في عين الاعتبار حول الأسعار. ننتقل إلى ثالث ملفاتنا الصحفية، حيث لزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنشآت التجارية بدفع أجور المتعاقدين في أعمال التطوع خلال الفعاليات والمناسبات. وقال المتحدث الرسمي للوزارة أمس أن أي عمل المنشآت التجارية خلال الفعاليات والمواسم يعد من الأعمال التعاقدية التي يستحق المتعاقد أن يتقاضى أجرا عنها أيا كانت مدة العمل، مبينا أن الوزارة رصدت عدد المخالفات في إعلانات التوظيف كتسميتها بأعمال التطوع. أستاذ عيسى، يعني أهمية هذه الخطوة في إلزام المنشآت التجارية خلال المواسم والفعاليات بدفع أجور المتعاقدين، وبعضهم يستغل هذا المسمى في بأعمال التطوع، تعليقك. أولا لابد أن نوضح مصطلح التطوع في يعني المجمل في العمل. هناك فرق بين من يعمل ومرتبط بعقد في مؤسسة ثم يطلب منه أعمال إضافية بداعي التطوع، هذا يعني جاء النص واضحا فيه، وهذا ما يقصد فيه وزارة العمل للعمل عليه ومعالجة مثل هذه الأشكاليات، استغلال الموظف أو العامل في القطاع الخاص خارج وقت الدوام. هذا النظام يحمي الشخص ويحقق له يعني دخلا إضافيا في حالة رغبة بالعمل في المواسم أو خارج فترات العمل. هناك أيضا العمل التطوعي، وهو يعنى أيضا بنفس الوزارة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي تحث عليه في جانب العمل التطوعي الغير ملتزم بعقد محدد.
كلمة حق أريد أن أضيفها هنا. وزارة العمل حقيقة بدأت في الآونة الأخيرة، في الأشهر الأخيرة، رأينا ناقشنا من خلال منصة طبعة المشاهد قبل أشهر بسيطة قانون الحماية من العنف اللفظي أو ما شابه، كانت طرحته وسنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. اليوم نناقش هذا الأمر، بقي أمر مهم جدا وهو الخطوة الكبيرة جدا التي يجب أن ألو معنا تفضل. ألو، حتى يجهز الاتصال مع أستاذ عيسى. أذهب معك أستاذ حسن في نقطة معينة، يعني هل تتفق معي أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تأخرت في كشف تلاعب بعض المؤسسات القطاع الخاص في مسألة تحت الإعلانات أو تحت مظلة التطوع، يعني استغلال الناس في مسألة التطوع؟ وزارة العمل يعني تسير قدما، يعني في عمل يعني مبادرات وقرارات رائعة جدا بال يعني مواكبة، أنا أعتبرها مواكبة ل2020 و2030، لأنه كل النجاحات هذه يعني نشاهدها من وزارة العمل تجاه المؤسسات التجارية. أنا أعتقد هذا العمل اللي هو رصد أو منع المنشآت من أن تقوم بإلزام موظفينها بأعمال تطوعية أو إغراءهم أنك أنت تتطوع وكذا ثم لا تقوم بدفع مبالغ لهم، أنا أعتقد أنه يعني قرار وزارة العمل قرار صائب جميل جدا وجميل ومنتظر يعني صراحة. جميل جدا. ننتقل إلى آخر ملفاتنا الصحفية وخبر من صحيفة الوطن قالت فيه: حلت السعودية ضمن قائمة الاقتصاديات العشرين الأكثر تحسنا في سهولة ممارسة الأعمال خلال 2020، حيث تحسنت المملكة بتسعة مجالات تم قياسها من 10 مجالات تضمنها التقرير الذي شمل 190 دولة بدعم من الإصلاحات وفق رؤية 2030 بحسب مجموعة البنك الدولي. سيد عيسى، حلت السعودية في المرتبة 20 من ضمن الدول الأكثر تحسن في ممارسة الأعمال، أهمية هذا التقدم للمملكة العربية السعودية واقتصاد المملكة؟ من الطبيعي أستاذ ثابر أن تحل المملكة في هذه المرتبة في ظل هذه الرؤية الطموحة 2030، هذه الرؤية التي تنفتح على العالم وبدأت في تطوير الأنظمة. المملكة العربية السعودية يشكل لها هذا الأمر أهمية جدا ومؤشر كبير على أن المملكة تسير حقيقة وفق الرؤية الموضوعة للوصول للهدف الرئيسي. جميل جدا. في 2030 وهو توطين الصناعات في المملكة وأيضا التوسع والانفتاح على مختلف الأسواق العالمية. جميل جدا. أستاذ حسن، يعني في نقطة معينة، هل من وجهة نظرك الرؤية ساهمت بشكل كبير رؤية المملكة 2030 في تقدم المملكة العربية السعودية وأيضا توطين بعض القطاعات؟ صحيح، يعني الرؤية عجلت بكثير من المعاملات وأوصلت يعني المملكة إلى هذه المرتبة في التقييم العالمي في المعاملات وسهلت الأمور، يعني جميل حتى جدا. أنك تستطيع أن تقوم بكثير من الأعمال الصعبة بالأونلاين. واضح.
أشكرك الأستاذ عيسى الربعي الصحفي في صحيفة الوطن، شكرا جزيلا لك على قبولك دعوتنا وحضورك في حلقة اليوم، شكرا جزيلا. أيضا أشكرك الأستاذ حسن الشهري الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا. يا هلا فيك. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، قبل ختام تقبل تحياتي وتحيات طاقم العمل، إلى اللقاء.